عسلم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في فيديو متاع اليوم باش نحكيو على كيفاش تعمل راب سون. اول حاجه لازمك تعملها لازم تحط سنياتيك نتاع الاغنيه نتاع الراب. بالنسبه اللي ما يعرفش الهيتيك نتاع الاغنيه نتاع الراب يا نفضلك عليكم مش راب هذاك. But for me to rap like a computer must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket. My pinnacle walk when I hack. Kill them all. This libbity, gibbity, hibbity, hip hop. You don't really want to get into a piss and match with this rapity rap hack and the map. So, هذم كانوا يعني هذم كانوا انواع يعني الراب اللي لازم تختارهم. نشوفوا يعني اللي فما انواع صعاب وفما انواع سهلين. نحن بما انه ماناش يعني كلي برشا قويين ولا شنين باش نختاروا اسهل نوع اللي هو يا كامان وذ سو يا كامان وذ سو يا حاسين باش نعملوا اغنيه كيما للبامب وكل شيء. كيما تشوفوا يعني للبامب ستار يعني اغنيه كلي يعاود نفس الكلام وكل شيء ما تفهم منه حتى شيء. ديجا نوع الراب اسمه مامبل راب الراب هذاك. ويعني باش نعملوا اغنيه كيف وكل شيء. سو خلينا نشوفوا المراحل الاخرين بعد ما اخترنا تيب وكل شيء. شوفوا المراحل الاخرين كيف باش تكتب الاغنيه كيف باش تختار الانسترومون اللي باش تقدو انت وحدك كل شيء وتقد كل شيء وحدك وتكون خدمه كرياتيف وكل. سو خلينا نتعداو المرحلة الثانيه. المرحله الثانيه انه لازم تختار بيت نورمالمون. يعني كان ماكس رابر قوي على الاخر لازم تختار بيت. بيت كيف باش تعمل هذه؟ خلينا نشوف كيف باش تعمل هالبيت. وباي ذا واي علاش نحكي على الراب؟ خاطر قريب يعني باش نهبط نعمل كليب انا و من غير ما نقول انا باش نكون حاصيله باش نعمل كليب انا و من غير ما نقول وعلاش نحكي على الراب توا؟ نحكي على الراب على خاطر قريب باش نهبط يعني باش نعمل كليب باش نعمله على جو يعني كاجوال باش نعمل كليب على الجو هكاكا. ديجا كانك امي معايا على فيسبوك والا على انستغرام والا عاملي فولو على انستغرام ولا فزت هذوما الكل. باي ذا واي كل شيء تلقاه في الديسكريبسيون. راك شفت يعني هبط بوست كالعاده وقلت لكم كان نخلط كذا وكذا لايكس درسنية وخلطت في ليله واحده كل شيء. يا اخي راسلت لي باش نعمل درسنية وبريسك يعني فما جزء منها حاضر الخدمه كل شيء. قلت لكم ديجا 60% منها حاضر. 2 بلس 2 از 5 فاك ذا فور كلوز ذا دور تيل مي وات يو ويتنج فور. تجي حاجه مزيانه على الاخر وجست ويت يعني كاو. وبعد نتعداو المرحله اللي بعدها اللي بتخدم فيها الباروليت نتاع الاغنيه. كيما شفتوا يعني ستيل اللي اختارناه ماكش تتكلم فيه برشا جست تقول كلمه ولا كلمتين وتقعد تعاودهم برشا وزيد تاخذ برشا كلمات هكا وتحاول تنظمهم وكل شيء. ومثلا منعرفش انا تاخذ ريتم معين وجست تعمل كلمات تخلطهم او جست على خاطر ريتم هذاك مش يعني هوني لازم معنى ولا تبدا تحكي في حكايه ولا حاجه. جست الأغنية ذي اللي اخترناه في نوع فن اللي اخترناه. كيما شوفوا لي بامب مثلا شو معناها تو جوتشي جاي 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 يعني تنجم تعمل انت اي 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 كلام تلصقوا مع بعض ويبدا عنده ريتم يتماشى مع البيت اللي انت سرقتها بيان سور يا سراق البيت اللي انت سرقتها وكهو وتكمل تخدم على روحك وكهو. Yeah. Okay, so here's the lyrics. See, it's like diamonds on my ring because you have like one ring for some reason. Pockets all empty because I still have to include that joke in there because I still have no money. Yeah, I got Coke on the side, you know, like actual Coca-Cola. And then I got lean on the side of my nuts. Like, dude, how do you even get in that situation? Dripping all day and all day and all night. I couldn't figure out the middle part, so I just did that. People enjoy it anyway. It doesn't matter. Yeah, yeah, ice in my lean. Well, like, of course, lean has ice, but people are gonna enjoy it anyway, so it doesn't matter what you say here. And then yeah, yeah, always go green.
because I still had to end it on a positive message for the kids. بعد ما اخترنا البيت وعملنا ليركس وعملنا كل شيء نحاولوا توبش لصقوا البيت والليركس مع بعضهم. إذا كانك أنت صوتك خايب كل شيء بون أنا صوتي ما استحقش. تذكروا كل وقت اللي قرينا أوداسيتي وقتها وقلنا كل شيء قلنا روح حكاية فارغة كل شيء توبش استعمل أوداسيتي وسوالي تنجم تمانتي صوتك كل شيء وتريك الجو وحدك حاسيله من غير تسحق حتى واحد ولا يوتيوب لحد شيء. أنا بون أنا راهو صحيح يعني في الانفورماتيك قبل كنت نجيب عدد باهي وكل شيء خاطر نفهم فيه الاوداسيتي وكل شيء، اما انا مستحقش يعني الاوداسيتي خاطر كيما تعرفوا صوتي يعني ديجا عندي سوابق وكل شيء، ديجا تعرفوا صوتي باهي من قبل وما نستحقش يعني مونتاج، ديجا انا قرجومتي تمنتج وحدها تخرج كلام تخرج تمنتج وكل شيء وتخرج ليركس وكل شيء صاحبي ما تعرفنيش انا في الراب. سو لنا كنا وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم الكونتنت بتاع الشين الكل، تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب and see you in the next video. My ring, I got all empty, yeah I got coke on the side. And then I got lean on the side of my nuts.